وصلنا لفقرة من الفقرات المميزة، وطبعا أنا يسعدني أن يكون معايا ضيفي طبعا صاحب الصوت المتميز والمطرب الجميل اللي دايما بيطربنا بأغانيه الجميلة وصوته المتميز جدا، نجم عرب ايدل الفنان والنجم محمد حسام. برحب بيكم، كل سنة وانت طيب. وانتو طيبين وكل المشاهدين طيبين، وعيد سعيد عليهم يا رب. عيد سعيد عليك. وبداية محمد بقى، يعني ناس كتير فاكراك انك درست موسيقى بقى عشان صوتك مميز كده ودخلت بقى معهد الموسيقى العربية، لكن محمد خريج كلية التجارة. خريج تجارة، وفي نفس الوقت يعني كنت في الأوبرا شوية، وبعد أيوة. كده نزلت بقى اشتغلت لوحدي يعني. ايوه، كله بقى كان موهبة. موهبة طبعا من صغري اصلا، وانا بغني وبقرا قرآن وقرآن طبعا، يعني طبعا. طبعا القرآن بيثقل عامة الموهبة والصوت كمان. طبعا محمد، في ناس كتير من اللي بيتابعونا عارفين نجم عرب ايدول، بس لكن ما يعرفوش انك انت يعني بدأتها بالابتهالات اصلا. في الأول كنت بقول أغاني دينية يعني. كنت بقول حاجات دي أغاني دينية وكده، بتغني انشاد اكتر. انشاد ديني اكتر. فكرت ازاي بقى تخش عرب ايدول، ومين اللي شجعك قوي وقال لك لازم تدخل وتشارك؟ والله انا كنت في الاوبرا طبعا، يعني كنت مع فرقه سليم صحاب، فطبعا في صحابي اللي هم من الفرقه، فكان الاختبارات بتاعت ستار اكاديمي وعرب ايدول، فجم يعني انا سمعت الموضوع فقلت لهم يلا نروح. كنا بنروح بقى نفضل قاعدين قدام الفنادق، بنفضل قاعدين من الساعه 5 الصبح قاعدين في الشارع لحد ما يجي ميعاد الاختبار. كل واحد اللي كان ليه وقته معين. لا احنا بنجري عشان نلحق وقت يعني. كل ما نروح بدري كل ما يعني بنحاول ان احنا نلحق ندخل بدري شويه. يعني عشان الاعداد كبيره قوي المشتركه، فانتوا كنتوا بتروحوا بدري قوي. كان طبعا. كم واحد بقى مقدم معاك؟ كتير. لا انا قصدي اصحابك اللي كانوا رايحين معاك. ممكن كنا 25 واحد. حد يعني منهم قبل بقى ولا انت بس اللي قبلت؟ والله في انا وفي كذا حق يعني، في كذا حد يعني، انا واحمد سيد وناس عز الدين ومحمد رشاد ومحمد حسن. كذا حد من صحابنا يعني. ما شاء الله في ناس فيهم دلوقتي كانوا مميزين وبيعملوا اغاني جميله كمان. تجربه عرب ايدل يعني حسيت فيها باستفاده كده، وتنصح الشباب ان المسابقات ممكن يقدموا فيها زي دلوقتي في برنامج مثلا الدوم والبرامج دي، شايفها انها ممكن تفيد الفنان ولا ما اثرتش معاك كتير؟ والله بصي انا يعني انا دخلت يعني اخدت يعني كاسم، بس ما اعتمدتش على الموضوع برضو. يعني في شغلي فضلت شغاله على نفسي اكتر برضو يعني. ما اعتمدتش على البرنامج نفسه يعني. انا ما حصليش نصيب ودخلت عروض مباشره وما كملتش. بس نزلت طبعا اخدت اسم محمد حسام نجم عرب ايدل، من نجوم عرب ايدل، بس بنزل شغال دلوقتي انا اكتر بشغلي يعني، مشهور اكتر بشغلي انا. ايوه طبعا، مش بالاسم اللي انا واخده يعني. طب انا مش عايزه اتكلم كتير، انا عايزه اسمع بقى. يعني معايا محمد حسام، يبقى هنغني. قول لي بقى تغني ايه؟ نقول قديم ايه طيب ولا جديد؟ نقول كان يا مكان مثلا. نقول كان يا مكان، يلا بينا. كان يا مكان، 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 الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان، زرنا الزمان، سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، الراحة والأمان، حبيبي كان هنا مالي الدنيا عليا بالحب والهنا، أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوام من قبل الأوام، ونسيت اسمي كمان، نسيت يا الزمان على غدر الإنسان، والله زمان يا هوى الزمان، والله زمان زمان يا هوى الزمان، والله زمان زمان يا هوى الزمان. الله الله، الصوت الجميل. قولي بقى يا محمد، يعني بتحب القديم اكتر ولا بتحب الجديد؟ مين في الجديد بتحبه؟ لا كتير قوي من الجديد يعني، في حماقي، عمرو دياب، تامر حسني، تامر عاشور، بس حاجات كتير. اكتر واحد بتحب تغني له ايه؟ اكتر واحد يعني عندي في احمد سعد. في احمد سعد برضه جدا بعشقه. ايه اليوم الحلو ده؟ ايه رايك نغني لاحمد سعد؟
ماشي نغني احمد سعد نقول ايه اليوم الحلو ده، ايه الناس الحلوة دي، ايه اليوم الحلو ده والناس الحلوة دي. جميل جميل. ايه هو اليوم حلو بيك؟ يعني قول لي بقى، يعني مين بيشجعك اكتر، يعني بابا ولا ماما ولا اخواتك ولا المدام؟ والله بص كلهم يعني العيله كلها يعني. اكتر حد بقى وانت نازل حفله كده بيختار معاك الاغاني مين؟ مراتي. هي اصلا بتغني، يعني بتغني صوتها حلو جدا زي كارمن سليمان كده فعلا. سايبها تغني ولا في لا البيت؟ لا هي بتغني معايا. بتغني معاك في البيت؟ خدها معايا الحفلات تبقى قاعده كده وتقعد تغني. تدندن بس، لكن مش محترفه بقى. لا ساعات والله بغني اروح مديها المايك ايه تدندن معاك شويه. طب قول لي هي اكتر اغنيه هي بتحبها ايه؟ اكتر اغنيه هي بتحبها؟ لا ما قالتليش. قالتليش. طب انت تغني لها ايه؟ انا اغني لها ايه؟ اقول لها حاجه مثلا نسبه العيد مثلا. يلا نقول تقول حاجه رومانسيه. رومانسيه؟ حاجه فيها حب كده. ماشي نقول ماشي اقول حاجه الانغام. تمام. هي بتحبها برضو. يلا. يا ريتك فهمني بجد زي ما بفهمك، وتقرا اللي جوايا اما عيني تبص لك، يا حلم اللي متاجل وانا هموت واحلمه، يا عمر اللي ناقص عمري نفسي اكمله، يا كل الكلام اللي في شفايفي بهمسه، يا امل اللي بتمنى اطوله او المسه، يا هوى من زمان عايش عشان بتنفسه، يا ريت ابقى اخرك في الحياه دي واولها، لو اختار ما بين نفسي وما بينك اعترف بان انت اغلى واوفى وكمان اولا بحبك سنين في السر ومحدش عارف، ولا ادفع سنين تانيين واحبك في العلن. الله الله جميل. وانغام، صوت انغام الجميل يعني، وصوتك كمان الجميل. ربنا يخليك يا رب. يعني دايما كده الواحد لما يطلع من مسابقه كبيره زي عرب ايدل كده، فالعين بتبقى عليه بقى، والمنتجين بيبقوا عايزين يعملوا له اغاني وكده. لا ساعات يعني مش في كل الاحوال، ومش كل العروض اللي بتجيلنا بتبقى مناسبه لينا يعني. فكرتش تعمل بقى على السوشيال ميديا والحاجات دي الاغاني عملت على الشغل كله بنزله على النت يعني. أيوة. فكره مثلا خطه تسويق كويسه يعني. خطه تسويق كويسه هي اللي تقدر يعني تنشر الحاجات دي اكتر. محمد كلمني عن طقوسك في العيد بقى، يعني كفنان كده ونجم يقول لك الفنون جنون شويه، بتعمل ايه في العيد؟ لا في العيد ولا انت العيد بتقضي شغل؟ لا في العيد انا ما بنزلش غير ساعات بالليل يعني وقت شغلي بس، غير كده ما بخرجش، ما احبش اخرج في العيد خالص. أيوة. خالص. يا اما ما اكونش بره، اكون بره القاهره، او من كتر تعب رمضان بقى والخيام الرمضانيه والحاجات دي، فانت خلاص جدا جدا يعني. ايوه فخلاص بقى صعب. طب اخد اجازه في العيد؟ انا بريح في العيد. والله بنزل شغلي بالليل، عندي شغل ما عنديش بقى. من الناس بقى اللي بتحب الكحك بقى والبسكوت والغريبه والحاجات الحلوه بتاعت والشاي بلبن بقى، اول ما نصحى وكده الواحد بيبقى خارج من اخر يوم رمضان ده بيقعد شفت السمكه لما تاكل. هو خلاص انا هنتقي، بس ايه لا مش غلط، لازم نخاف على وزننا برضه عشان احنا فنانين ونجوم. حاجه عادي. ما بيهمناش، احنا بندوس. بس يعني طيب قول لي بقى، يعني كتير كتير مثلا الام تشجع اكتر او الاخوات، مين بيشاركك بقى في موضوع الغنى؟ مين صوته حلو؟ عندي مراتي صوتها حلو جدا. ايوه. في عندي ناس من العيله برضو، العيلتين والله بيغنوا برضو. ايوه. بس هم اهلي ومراتي هم اللي واقفين معايا يعني في شغلي كله يعني. ايوه. طب هنغني بقى، هنغني ايه؟ نغني ايه؟ نغني قديم ولا جديد؟ ايه هنغني قديم. ماشي هنقول ام كلثوم. ماشي يلا.
ايوه لسه فاكر ولا الف لا ليله؟ لسه فاكر. لسه فاكر الف يوم. لسه فاكر قلبي يديلك امان، ولا فاكر كلمة أسعيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق بالحنان. لسه فاكر كان زمان، كان زمان، لسه فاكر كان زمان، كان زمان. كانت الأيام في قلبي دموع بتجري، وانت تحلالك دموعي وهي عمري. يا ما هانت لك وكانت كل مرة يمحي كلمة من أماني بيك وصبري. كلمة كلمة لما راق الهوى ويا الجراح، كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح. واللي قاسيته في ليلي، اللي قاسيته في ليلي اتنسى، اتنسى، اتنسى ويا الصباح. ما شاء الله، جميل جميل قوي. طيب قول لي بقى، يعني دلوقتي في انتشار طبعا لاغاني المهرجانات طبعا طبعا. والاغاني الشعبيه، قول لي محمد بيحب ايه في الاغاني دي؟ بيحب لا الشعبي اكتر ولا المهرجانات؟ وممكن لو اتعرض عليك مهرجان تغنيه ولا انت عادي بقى خلاص بتميل بقى. قوي لا لا للطرب والحاجات لا، لو اتعرض الطربيه؟ عليا حاجه بقى. ما انا بغني في شغلي، في شغلي، في حفلاتي اه بغني بتضطر طبعا عشان نرضي جميع الاذواق تغني. طبعا اه بغني كل حاجه. ايه اكتر اغنيه بتحبها من المهرجانات؟ اكتر انا بحب رضا البحراوي جدا. اوه يبقى هنغني رضا البحراوي. انا كمان بحبه، صاحبي بقى رضا وبتاع. البحراوي نقول له في اللي بتاعت ليه اغاني كتيره والله، مع ناس منه من دمي، وفي اي حاجات بس حد تختار لنا انت اللي يعجبك. تحب تغني له ايه؟ نقول ايه افتكر. لا ما انا مش عارف، مش فاكر حاجة معينة؟ لا فاكر، بس طريقته شعبي في الغنى يعني. ما يا ابن دمي يا ابن امي، يا اللي يا ما شلت همي، انت ابويا وانت اخويا وانت اغلى حاجة عندي. يا مجدع انت اسد، يا برجولة اجا، يا تاج راسي وعكازي، يا صاحبي يا نعم السند، يا ابو الاصول والمرجله، عمرك ما جبت في مرة، عايشين في حسك كلنا، يا مجرق الناس جدعنا. يا ابن دمي يا ابن امي، يا اللي يا ما شلت همي. جميل. طب يعني تغني شعبي حلو، ونغني مهرجانات حلو، ونغني طربي حلو، طب نعمل ايه؟ عايزين الحمد نغني لله. بقيه الحلقه بصراحه. قول لي يا محمد بقى، يعني في كتير من الشباب اللي بتتابعنا دلوقتي يعني نفسها توصل لاحلام كتير في الغنى، يعني شرط الموهبه ولا الدراسه ولا ممكن الاتنين مع بعض؟ هي كل حاجه مع بعض، تبقى كلها متواصله ببعضها. مش مهم الدراسه قوي قد ما يعني، هي الدراسه مش مهمه في حاجات، في حاجات بس لازم ان انا اكون بغني، عارف انا بتتدرب بغني. على طول انا بدرب في البيت عامه، أيوة. وبشغلي بصراحه يعني انا شغلي بي ايوه بتغني على طول، فانت خلاص اكتسبت خلاص الخبره بتاعت الغناء بس دي. هو بقى انا بنصح اي حد اللي هو يعني يحاول اللي هو يوظف نفسه يعني، تعرف مثلا الاغنيه دي مقامها ايه وبتتغنى منين، ايه اللي بيليق على صوتك بالظبط، بالظبط. مش هغني وخلاص. طب غني لنا بقى. غني ايه بقى؟ اسيب لاختيارك بقى. غني قول الف ليله وليله. يلا بينا. يا حبيبي يا حبيبي، الليل والسماء ونجومه قمره
قمروا سهروا وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا. والهوى منه الهوى الها اوى منه الهوى منه الهوى منه الهوى سهران الهوى يسينا الهنا وندوب في سوا. يا حبيبي يلا نعيش بعيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي يا شمس تعالي بعد سنة مش قبل سنة. تعالي تعالي يا شمس تعالي بعد سنة مش قبل سنة بليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة بكل العمر هو العمر فيه غير ليلة زي الليلة زي الليلة ليلة زي الليلة. الله الله جميل جميل. قول لي بقى يا محمد يعني الحفلات بقى وساعات الواحد كده بيتحط في مواقف كده في الحفلات, ايه اكتر حفلة كنت مبسوط فيها قوي والناس كانت متفاعلة معاك كده وحسيت ان انت يعني واصل للسما كده؟ والله بص هقول لك يعني هي مش بتبقى كده قد ما بتبقى هي حسب مود الواحد. انا نازل مودي حلو ومبسوط جدا. مش شرط بقى يعني لا لا لا. لو غنيت في الجامعه مثلا بتحسش مثلا ان الجو ده بيبقى احلى مثلا لو غنيت جو في مكان؟ لا جو الجامعات حلو يعني جو جمهور كتير. ايه رايك بقى في الحفلات بتاعه الجامعه بتاعت اللي هي حفلات التخرج دلوقتي والحاجات الجميله اللي بقت مختلفه شويه عن ما كنا احنا بقى في الجامعه؟ لا الحاجات اللي هي ويلكم بارتي فان دي الكلام ده بتبقى جميله جدا. بتبقى طبعا مديه تفاعل اكتر يعني الطلبه كلها متفاعله معاك. الحفلات اللي هي واقف دي على واقف والناس كلها واقفين ومتفاعلين معاك يعني. بالظبط بتبقى جميله جدا. اكتر اغنيه بتطلب منك تغنيها ايه؟ يعني اكتر حاجه والله بصي في حاجات كده يعني هما تلاقيهم بيميلوا للشعبي كلهم مره واحده. وساعات بقى في حاجات اللي هي الهاديه بقى جو تامر بقى ومش عارف ايه وحماقي اكتر حاجه خالص بقى بيحبوها. عايزين نسمع اكتر حاجه بيحبوها يعني كل ما تروح مكان تلاقيهم هم الاغنيه دي اللي طالبينها. والله العظيم يعني هو كله احنا تقريبا طالبين كل الاغاني. يعني في اغنيه بتاعتي بتقول انا بغني لهم بصراحه ايه هم يعني في يعني في ناس عارفيني هم بيحبوني ان اقولها لهم يعني بتقول نقطني بسكاتك وقت الكلام فاتك ده كتير فرص جاتك مش مره ولا اتنين بتقول لي دنياتك طب هات لي اثباتك ده مفيش ده وحياتك كدبك ملوش رجلين عن قلبي روح وبعد ما تتعبنيش خد دنيتك قلبك وما تخليش وان شفتني اعمل ما تعرفنيش ما باخدش منك غير كلام عن قلبي روح وبعد ما تتعبني خد دنيتك قلبك وما تخليش وان شفتني اعمل ما تعرفني ما باخدش منك غير كلام. ايه بتبقى تراكاية كده جميلة جميلة جميلة. بعد ساعات كده في ناس بيبقى عايز يقول لهم نقطنا بسكواتك. قول لي بقى المعجبات بقى والمدام والغيرة وبتتفاعل ازاي وبتعمل ايه في الموضوع ده يعني؟
ايوه انت خايفه بتتفرج دلوقتي مش عارف تقول ايه، بتعديها يعني ومتفهمه انك انت مطرب وان في ناس معجبين. بس كل حاجه بحدود يعني. ايوه كل حاجه بحدود. متراقب شكلك. طيب انت يعني طبعا بحدود يعني في المواضيع دي بالذات يعني. ايوه وبنراعي مشاعر بعض، بس انت نجم فمن حقك انك يكون لك طبعا معجبين كتير. اهم حاجه الحب والثقه. بالظبط كده. طيب خلينا نقول ان محمد حسام قريبا هيبقى اب، فان شاء الله يعني يقول لي يعني لو عندك ابن بنت او ولد يعني وحابين يحترفوا بقى الغناء وطالعين زي باباهم كده وراسه كده الصوت الحلو الجميل، ايه رايك؟ موافق بقى يكملوا؟ هتشجعهم وهتساعدهم؟ طبعا ما عنديش مشكله، اقف معاهم طبعا. طبعا بس في ناس يعني في ناس بيبقوا يعني بس انا والدي مش عارف ايه او اخويا مش عارف ايه. لا في الناس بيبقوا طالعين كده مستقلين بذاتهم. أيوة. مش حابين ان حد يساعدهم يعني برغم ان انت طب ما انت ابوك مش عارف ايه او اخوك مش عارف ايه. لا انا عايز ابقى انا نفسي. ايوه بس برضو يعني من خبرتك وانت طبعا هتبقى في المجال بقالك فتره فممكن بقى تساعدهم. أيوة. بالنصائح. انا اكيد توجيهات. أيوة. كده الكلام ده. هم حبوني ان انا اساعدهم واقف معاهم. ماشي. هم حبوا يتعاملوا بالطريقه دي. الجيل ده مش محتاج حد يساعده. الجيل ده الاحدث كمان هيبقى مش محتاج حد خالص يساعده يعني هيبقى خلاص يعني لو احنا خلاص احنا معانا السوشيال ميديا احنا دلوقتي خلاص احنا مش عايزينكم. الطفله بتبقى في بطن مامتها اول ما بتنزل تبقى هي اصلا متابعة الدنيا من جوه. ما ماسكين التليفون متابعين الدنيا من جوه يعني لازم فاهمين كل حاجه. ما تغني لنا ايه؟ هنغني ايه جديد ولا قديم؟ اللي يعجبك. هما الاثنين حلوين اصلا فمش قادر اختار بصراحه. نقول مش عارف ايه. عمرو دياب، تامر حسني. نقول تامر حسني. ماشي. كان في واحد ولا فارق معاه عايش حياته من هنا وهنا ولا حد شاغل قلبه لا مين حالا هقولك هو يبقى مين بينك وبينه يجي خطوتين ونفسي اقولك كلمتين قابلتيني غيرت كل حاجة لف عيني من اللي حبك انت عمله فيا واللي لسه تعملي قابلتيني غيرت كل حاجة لف عيني من اللي حبك انت عمله فيا واللي لسه تعملي. الله يعني جميل وحلو قوي انك مع كل الالوان بجد. الصوت جميل وصوت مميز طبعا وليك شخصيتك المتميزه في الغنى يعني وبتمنى لك التوفيق يا محمد وبجد منورني. هنختم بايه؟ اختار حاجه نختم بيها بقى. نقول العيد بقى طبعا. نختم حاجه للعيد. يلا يا ليلة العيد أنستينا يا ليلة العيد أنستينا وجابت لنا الأمل ليلة يا ليلة العيد. الله عيد سعيد عليك وكل سنه وانت طيب ودايما كده منور ونجم متميز مش بس في الغنى لكن كمان في الاخلاق والاعمال الخيريه. بشكرك جدا يا محمد ونورتني. نورت قناه مصر الزراعيه وكل سنه وانت طيب. مشاهدينا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. ومسك الختام طبعا ان احنا نختم مع المطرب المتميز محمد حسام نجم عرب ايدول. كل عام وانتم بخير ويا رب دايما نتقابل مع بعض في الاعياد وان شاء الله دايما كده مصر محفوظه ودايما العيد في مصر ليه رونقه الخاص كده اللي مش موجود في حته في العالم كلها غير في مصر وبس. يا رب دايما مصر كلها اعياد وكل سنه وانتم طيبين وهترككم في امان الله. دمتم في امان الله.